أعزائي المشاهدين، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم معي عبر زوم، ونشكر سيد أو سيدة زوم، ما أعرف إذا هي سيد أو سيدة، بس بكل الأحوال أشكر زوم لأنها قللت من وحدتنا. معي من دبي الزميلة الإعلامية والناقدة السينمائية علا الشيخ للحديث عن الثنائي اللبناني جوانا حاجي توما وخليل جريج، اللذين يعودان إلى مهرجان برلين أو المهرجانات الدولية بفيلم جديد سيفتح الكثير من النقاش حول حكايته وحول طبيعة التعامل مع الحرب اللبنانية المستمرة منذ عقود، يبدو منذ قرون، ولا أحد يعلم متى ستنتهي. شكرا جزيلا على حضورك. المفارقة، بس بدي أذكر شغلة إنه كمان هي عودة للسينما، هي هو الفيلم العربي الوحيد المشارك بالمسابقة الرسمية، يعني بعد 39 عاما عن مشاركة الفيلم بيروت اللقاء لبرهان علوية. 39 سنة فاصلة بين بيروت اللقاء وبين دفاتر مايا، كنا الموضوع واحد اللي هو الحرب الأهلية، الموضوع اللي واضح إلى الآن لم تلتئم جراحه عشان الناس مثلا تنتقل للآخر. يعني أنا بتخيل أنه طول ما الناس بتعمل عن أفلام لساتها مؤثرة فيها، إذا وجعها ما زال موجود وحاضر. دفاتر مايا، ما الذي تتضمن دفاتر مايا، وهل هي فعلا دفاتر؟ هي دفاتر. ما يميز دفاتر مايا للمخرجين الزوجين هما جوانا وزوجها خليل، إنه لعب بطريقة مخاطبة الجيل الحديث، بمعنى إنه عن طريق صندوق بيوصل لعائلة عايشة بمونتريال بكندا، التلج مغطي المكان، البياض ناصع جدا جدا جدا. بهذا المنزل أم وابنتها والجدة اللي بتزورهم من حين لآخر. طبعا المحرك الأساسي لكل هذه التفاصيل هي الشابة المراهقة أليكس اللي هي ابنة مايا. بيوصل هذا الصندوق على هذا المنزل مع بياض الثلج خارج، لكنه طبعا مليان بالأشياء القاتمة. الجدة بتحاول طول الوقت إنها تخبي الصندوق، ليش؟ والحفيدة مش فاهمة، الحفيدة أبدا مش فاهمة، بتقولها لأنه إذا انفتح الصندوق أمك رح تنتكس مرة ثانية، وأنا ما صدقت نسيها. هي بتعتقد إنها نسّت بنتها اللي عاشته بالحرب الأهلية. لكن فضول هذه البنت، وهي من جيل الإنترنت والجيل الواتساب والفيسبوك، فبتقرر إنها تروح تتلصص على هذا الصندوق، وبتبلش هون الانتقال الفيلم لفيلم داخل فيلم، بمعنى إنه البنت بتقرر عشان تلحق تروح تصور الأشياء على الموبايل وتحويل الصور إلى فيلم متحرك عن طريق تطبيقات الهاتف. فأنت بتشوف الحرب الأهلية بالتقنيات الحاضر، وعن طريق كاسيتات مسجلة بتروح بتدور بتلاقي لعبة كانت عندها وهي صغيرة فيها آلة تسجيل، فببلش تحط الأفكت اللي موجود عن طريق هذا التسجيل البدائي مع الصور التي تحركها عبر الهاتف. ففي جمالية صورة يشكر عليها بصراحة صناع العمل. بما أنك أنت متخصص كمان وعارف قديش السينما الإيطالية كتير استخدمتها، هي تحريك صور الألبومات، الصور استخدمت بالسينما الأوروبية وتحديداً الإيطالية. بالعربية ممكن شفناها شوي، لكن هذه المرة بطريقة مكثفة أكثر. البنت كانت بتدور على جواب، هي عايشة مستقرة بمونتريال، لا تتحدث اللغة العربية أبداً، وهذا مقصود من قبل الأم، كأنه بدها تهرب من كل شيء بذكرها بالماضي. لكن هي البنت دائماً عندها سؤال، إنه أنا أمي إنسانة لذيذة وحلوة، بس دائماً في حزن، في غياب بعيونها. فقررت إنه الإجابة أكيد رح تكون بهذا الصندوق المليء بالدفاتر والمليء بالصور. فطبعاً بتنتقل القصة كلياتها بعدين عن طريق تحويل هذه الصور والمذكرات والأشرطة الصوتية إلى فيلم آخر برجعك للحرب الأهلية بلبنان. ووقتها بتعرف البنت الفرق بين جدها اللي فقد ابنه نتيجة الحرب الأهلية وهو كان مدير مدرسة،
ويؤمن بالعلمانية كأساس للدولة، وبين حبيب والدتها السابق اللي بتحبه أمها كتير، لكنه الحب ما منعه أنه يكون ويلتحق بالكتائب. فهنا كمان البنت بتبلش تفكر بهاي المعادلة، وبتعرف وقتها أنه ما سبب الحزن. ومع ذلك بهذا الصندوق اللي تم كشفه أمام الناس، في صندوق آخر اللي هو برأس مايا اللي ما كانت تسجله. هي الصندوق عبارة عن شو؟ عبارة عن تسجيلات صوتية بصوت مايا كانت ترسلها لصديقتها ليزا، تحكي لها فيه التفاصيل التي تعيشها بيومياتها بالحرب. لكن الصندوق في داخل مايا هذا ما سجلته، لأنه إذا سجلته رح يغير كتير من المعادلة، فبتحتفظ فيه. فيلم صحيح أنه بيناقش موضوع مكرر بالسينما اللبنانية، لكن طريقة توظيفه مختلفة. ومنال عيسى وهي ممثلة على فكرة، يعني كل دور بتأديه فيه تطور وبتصدمك، شالت حمل التمثيل مقارنة بباقي فريق العمل. كعادتها منال أينما ذهبت مش معقولة، مش أين معقولة، أين عاد زهرا. عن جد مش معقولة. هي منال كل المخرجين. صحيح صحيح. قبل أيام كنت أتحاور مع كاتب أرميني كتب روايته الأولى حول ذكرياته في أرمينيا. أثناء الحوار قال لي جملة، أنه هذه الأزمة، هذه المحنة، هذه المذبحة، أو هذا الملف الأرميني التركي لا يمكن أن يغلق إلا إذا فتح من جديد. صحيح. صحيح. كثير من المخرجين وبالذات المخرجات اللبنانيات فتحنا، يعني الآن جوانا وخليل فتحوا صندوق تفتح، وهي قصة حقيقية على فكرة، يعني قصتهم الشخصية. وإليانا الراهب التي سنتحدث عنها في حلقة أخرى بحضورها. أنا فيلم إليان ذبحني، يعني أنا لهلا ما قدرتش أشوف أصلا مع فيلم إليان إلا فيلم آخر، لأنه بده وقت كتير فيلم إليان إنك أنت تصحى منه. لهذا السبب خليك اليوم تتحدثين عنه، لأنه يحتاج هذا الفيلم أيضا. أنت أصلا شوف شكلي بشعري مبين. مش قادر. مش قادر. لا بس القصد من السؤال أنه الحكايات كانت الأمهات أو الجدات هن التي يحكين الحكايات. قليل من الرجال كانت لديهم إمكانية رواية الحكاية. شهرزاد هي التي كانت تقص. النساء في السينما العربية هن التي يفتحن ملفات الماضي. وأعتقد أن هذا الفيلم أيضا مثل ما أنت أشرتي راح يكون مفتتح جديد لهذاك الملف التي تنأى السياسة عن فتحه خوفا من عملية الحساب. لكن عملية الحساب بالتأكيد قادمة في يوم ما، قادمة، وتحديدا أن الوضع لم يتغير إلى الأفضل. يعني ما هو ليش كمان هم بضلهم يعملوا بهذا الموضوع؟ لأنه عم بيشوفوا لبنان بالعكس، يعني خاصة بالسنة الماضية تحديدا، أنه لبنان عم بيوصل لمرحلة موجعة، يعني بتوجع صدقا. فطبيعي أنه دائما المخرج يكون لهاي الحكاية، أنه طب إحنا شو استفدنا من الحرب إذا ما وصلنا للبنان اللي بدنا إياه؟ شو استفدنا؟ شو استفادوا اللي راحوا؟ يعني بهالمعنى الحرب الأهلية طبعا حرب من أقصى أنواع الحروب، وفيها روايات متعددة. يعني هو كل فصيل عنده روايته، ما تنسى كل فصيل عنده فيلمه. كل واحد منتمي لفصيل عنده قصته اللي بده يحكيها. لكن بالنهاية إلا يجي وقت يكون فيه عدالة ومحاكمة، ما بيزبط. تعرف يعني زي صديقك الأرميني اللي حكى، الأرميني ليش بيضلوا متوجع؟ زي فلسطيني، زي أي حدا مظلوم ما وصل لمرحلة العدالة بقضيته بالنهاية. أكيد، لأنه حتى اعتذار ما صار، يعني أرمينيا لم يعترض لها أحد. الجزائريين ما حدا اعتذر لهم، إحنا ما حدا اعتذرنا ولا حدا حاعتذر لنا، يعني الفلسطيني بشكل عام. اللبناني نفس الشيء، اللبناني يعني منهم وفيهم. فمدامك ذكرت إليانا راهب، إليانا راهب تخصصت بهذا المجال، خاصة بفيلمها تاع ليالي بلا نوم. وهذا الفيلم الثاني أنا اليوم كتبت على الفيسبوك إنه شو بدك تعملي كمان؟ إنه شو ناوية تعملي؟
يعني أنا بعد هذا الفيلم بصراحة حاسة إنه إليان رح تتعرض لكثير أمور، يعني الله يحميها. أكيد أكيد عندها الكثير إليان، لأنه إليان عندها الجرأة وعندها الرغبة وعندها أيضا مثل ما يقولون الحق بأن تقول. الحق والحس الإنساني العالي عندها بيلعب دور كثير كبير. بالضبط. أنا أجل الحديث عن إليان أيضا حتى أنت أكيد أكيد يعني تختم أكيد. الفكرة وبشكل أفضل. طيب الآن للوهلة أشكرك على هذا الحديث. أنا كثير سعيدة، وبالتأكيد راح نلتقي حتى نتحدث أيضا عن الأفلام الأخرى. أكيد. إلى اللقاء. شكرا جزيلا. شكرا، يعطيك العافية. باي.